اللقطة الاستيست بتاعت الاسبوع ده كمان
جلد على 2 مللي الدلتا و 2 و 3 مللي نورمال. لو بدت على 2 مللي اصبح في ربطه خلايا الكلوزس ولكن ربطه وليس ايه سيلفر. يا دكتور اعرف منين اذا كانت المقياس المقياس من فوق ومن تحت في اللاترال كانال؟ من فوق واسع وتحت ضيق، فانا اقيس من فوق اللي اشوفه في الاشعه تبقى واحده فيهم 2 مللي. انا الانتر فيرتبرال فورامين بيكون عباره عن فوق في وايدنج وتحت ناروينج، ولما بقيس في الكاب سكشن ده في الام ار اي بيكون جايب انا مقياس فيهم. السلام عليكم. احنا بنقيس السبايدر كانال، بنشوف السبايدر كانال كام ونقيس ايه اللي وايد الانتر فيرتبرال فورامين. ماله عباره عن تو اريا فوق بتبقى وايد وتحت ناروينج. اللي انا بشوفها في هنا في الاشعه لما بعرف ان لو يبقى الديسك طالع فرومينال فانا بقيسها من فوق بشوف المسافه دي واسعه وصغيره. بنشوف الاسبايدر كانال ستينوزس وايه الكورس بتاعت الاسبايدر كانال ستينوزس؟ ايه وات ار ذا كورس الاسبايدر كانال ستينوزس؟ ممكن تكون جينيتال حالات اللي تكون دوبليزيا اللي هي تكون جينيتال ليجن اللي هي العيان الاتريس الاسبايدر كانال ستينوزس. بعد كده ادي وسط مفيش كورس. بعد كده الريجنيشن اللي بيحصل اللي هيبدوا في الفازي جوينت واللي لو انتم في الاول كل ده تؤدي الى سباينا كمان ستيموس. احنا بنقيس سباينا كمان بنشوفها كام مللي اللمبه حوالي 14 مللي. اقل من 14 مللي اصبح دخلنا في سباينا كمان ستيموس الى تؤدي الى الديسكري الى اللوفر بيج. How to investigate a case of spinal canal stenosis with sagittal CT أو MRI. النورمال ديامتر اوف سبينال كانال ستينوزس في اللمبا هيجون 14 مللي. بعدين من 14 دخل العيان في سبينال كانال ستينوزس. اشهر فورمه من كوزس الكومن الحالات اللوبر بين اللي هو الباسيف جوينت اوستو ارثريتس. الباسيف جوينت سكيرا تطلع في سكر مع الكيرا تطلع في سكر تؤدي الى مين؟ الباسيف جوينت. اوستو ارثريتس وات ار ذا مانيفستيشن اوف اوستو ارثريتس اوف باسيف جوينت؟ زي اوستو ارثريتس في اي حته ريدكشن للجوينت سبيس تبقى تطلع سيستم شيب اوستو فايت فورميشن بيبقى في تمام. ممكن في كالسيفيكيشن او مفيش كالسيفيكيشن في الدفاع الفاضي. الكورس المهم بتاع فاسل جوينت او اوستو ارثرايتس وات ار ذا ميجر مانيفستيشن اوف فاسل جوينت زي ما هي اي اوستو ارثرايتس اللي خدناه زمان. ريدكشن اوف جوينت سبيس سب ارتيكولار سيستم تشين سب ارتيكولار سكلوزيس مين دي في كاتيفيكيشن مع الليفنت اوف لافر او مش الليفنت اوف لافر او كاتيفيكيشن. ده الديسك ليجن. الديسك ليجن في ديسك هيرنيشن في ديسك ديجنيشن. بعد كده الليفنت اوف لافر هيبنتوفيت بس جوت اوف ارثرايتس وعارفين المانيفستيشن بيجيكال مانيفستيشن بس جوت اوف ارثرايتس تبقوا عارفين. بعد كده الاسبوعين الكلام استمر سواء كونجنتال او اكواير تؤدي الى مين؟ لوبر بين. من اشهر الكوزز بتاعت اللوبر بين بوت سيرجيكال ديسكريتومي او سبايرو لابينكتومي تؤدي الى 30 ل 40% لا العيان بيستمر بلوبر بين. ايه سببه؟ الجانبيشن تيشو اللي بتحصل ويحصل تايبوزس ويحصل انكيسمنت ستيكر سات والنيرفي. الحالة دي بعد كده من ضمن الكورس لوفر بين اللمبا انستابيليتي سواء انتولايسيسيس او سبنديولايسيسيس. الانتولايسيسيس او سبنديولايسيسيس
غالبا بيبقى فيه ايه ديفكت او فكشه في البارت بتاع هيؤدي الى ايه الفكشه بارت لا ممكن بتبقى في البيت ادي اللمبه سبايل وفي وقت ديفكت اهو فكشه بارت وحصل ايه انتيجي ديسجليست للفيتيبا ابار وليس لتحت اللي تحت بتبقى ثابته واللي بتتزحلق قدام اللي هي مين بتبقى لفوق نتيجه الفكشه بارت او سب لاكسيشن للمين التاس الجوي يا اما بيبقى فيه ديفكت زي ما احنا شايفينه اهو اللي عليه السهم ده او في سب لاكسيشن في الفاس الجوي يؤدي الى سبندولوريسيس انتي يبقى سبندولوريسيس مينز انتي ديسبليسمنت اوف ذا تيبر هوم نتيجه لفكشه بارت احد برضه من اشهر الاسباب بتاعت الكوز كوز اوف لوبر برين يبقى كده باختصار اللوبر برين هاو تو انفستيجيت اللوبر برين سايب الايمجنج موداليتي كلهم السبع ثمانيه ايمجنج موداليتي اللي احنا عارفينهم تمام الكوزز اول حاجه الديسك ليجن ديسك ليجن او ديسك فيجنيشن بعد كده الالاينمنت بتبقى السباين في الاستابيلتي اوف ذا سباين سواء التوريسيس او سبندولوريسيس والكوز بتاعه بازيتيف افكت او سبلكسيشن اوف ذا سبين جوينت من ضمن الكوزز الثانيه بتاعت اللوبر بين السباينال كانال ستينوز السباينال كانال ستينوز ده كونجينيتال او اكواير مع الديجنيشن الكونجينيتال زي الاكوندوبليزي حاجه كونجينيتال النورمال دايمتر بتاع السباينال الكنال 14 مللي اقل من 14 اصلا استيموز المقدر السيست اوف السباينال الكنال او الريفر سباينال الكنال استيموز حوالي من 2 ل 3 مللي اقل من كده في سباينال الكنال استيموز وده تؤدي الى ايه؟ بعد كده الفينج باك سيرجري عيان عمل عمليه الراس ما اتحسنش نتيجه مين الجنريشن تيشو والبادي فيلد من الحصوات بيحصل فايبوزيس ويحصل ريبليسمنت في السباينال كانال او السباينال كورد او الاستيكال ساك والنيف روت يؤدي الى اللوبر بين يبقى ده باختصار اللوبر بين اول ما تيجي الكورس اللوبر بين او هاو تو انفستيجيت اكيس اللوبر بين او جيف اكونت في اللوبر بين هنتكلم عن الايمجنج موداليتي الايمجنج موداليتي او الاكزامينشن ايمجنج موداليتي واحد اثنين ثلاثه اربعه الكلينيكال برزنتيشن بيجي جوه كلين بلس ساتر مين بي ساتر او مين بي تمام الايمجنج موداليتي هتعملهم ايموليشن وبعد كده الفوز كل فوز بنشوفهم ايه يعني الديسك لا هو مين اسمها كلاير ستينوزيس والاوستو ارثرايتس بتاعت الباسيف جوين نشوفها بالاس تي تي او البيل اكس راي ولكن الافضل اس تي تي وات ار ذا ميتر مانيفستيشن اوف باسيف جوين اوستو ارثرايتس خمسه اوستو تي مع كلاسيفيكيشن مين للمينيمنت اوف لاف تمام بعد كده الانستابيلتي والانستابيلتي بنعملها بيل اكس راي في الاوبليك فيو ونشوف الديفكت اللي هو حصل لنا ده الستاور دوك ابيرنس وفي ديبكت ات ذا نيك النيك بتاعت الستاور دوك اهي وده الديبكت ده كشخص مين لمبر انستابيلتي لمبر انستابيلتي من اشهر الحاجات اللي بتعمل لوبر بيت وده باختصار اللوبر بيت ديبكشن كوزز الايمجنج موداليتي واحد اثنين ثلاثه اربعه اللي بنشوفه في الديسك بنشوف ديسك هيرنيشن ديسك هيرنيشن مينز بولابس اوف ذا ديسك بيوند الفيرتيبال اندنج بيت واي كان 2 مللي او اكثر اكثر من 2 مللي الاناتوميكال تيرم اللي انتم تسمعوها وتجوها في التقارير لا مش مهم ولكن ده ديسك هيليشن في ديسك بارش ديسك روتوشن ديسك استورشن ولكن ده كلها ايه مسميات واناتوميكال ديسكريبشن للديسك ريجن اللي احنا شايفينه ولكن انت مطلوب منك لا في ريليت ديسك هنا خلاص يبقى هتفهم كده نظري وده اللي هو بيه وخدنا الرياضه كده على مصطفى